إذن مشاهدون قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من شارع أنفا. برافو العناصر الأمنية بهذه المنطقة، هذه فرقة الدراجين، على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها من أجل ردع الأشخاص المخالفين للقانون. كاينين أشخاص كيبريباريو الماطر ديالهم وكيخرجوا كيديروا صداع، وكاين اللي كيدير هذاك البريباراسيون على قبل باش يشفر بالموتور. فالعناصر الأمنية لهم بالمرصاد، أي واحد مبريباري الموتور فراه كيتخاذ بحقه الإجراءات اللازمة. شوفوا بحال بحال مخالف للقانون دايرين الحملة هنا، شاف البوليس ومشى بحاله، يعني حارق في روج وغادي غادي توقف غايقول لك لا أنا ما درت والو. فبحال هذا الشخص هذا قاموا وقفوه، لقاو كل شيء ريقل، لقاو الامور مزيانه، راه مشى بحالاته. فمخالف غادي يتخاذ حقك اللازم، خصوصا في هذه الاونه الاخيره ولينا كنشوفوا الماطر 33 سي 50 كيبريباريهم، كيحيد الكاريناج وكيخرج يشفر، كيخرج يشفر بالموتور، كيخرج يدي ديال عباد الله بالموتور. فهنا في أنفا الحملة كبيرة بزاف، دايرينها فرقة الدراجين منطقة أنفا على قبل الأشخاص المخالفين للقانون. فلا كنتي مبريباري الموتور سيلندر كبير، ما عندكش كاريناج، ما عندكش بلاكا، راه كيتخاذوا في حقك الاجراءات اللازمه. يعني شوفوا هاد الدراجي هذا اللي برافو ليه، كيقلب الموتور، كيقلب السيلندر، كيشوف واش 50 او لا مبريباري. لا كان الموتور مبريباري راه كيمشي الدائرة الأمنية، كيديروا المحضر وكيمشي الفورير. يعني علاش غادي دير المشاكل لراسك؟ علاش غادي دير دروينة كاملة؟ فخلي الموتور كيف ما هو وسير خدم على راسك. كيف ما كنقولوا حوتة وحدة كتخنس الشواري، بعض الاشخاص اللي كياخذوا هاد البريباراسيون كياخذوها وكيمشيو يشفروا بها. هادشي علاش البوليس دايرين هاد الحمله هادي، لان فيديوهات بزاف كيروجوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديال السرقه بالنشل. يعني كتكون غادي او لا واقف، كيجي واحد موتور بريباري سي 50 بريباري او لا 33، كيدي لك الساك ديالك وكيخليك تي كامل باش ما يمشيش يخدم على راسو، باش ما يمشيش يدبر على راسو بالحلال. فهادو العناصر الامنيه برافو لهم على المجهودات اللي كيقوموا بها، برافو لهم، تبارك الله عليهم انهم دايرين لازم مع المخالفين للقانون. فما بقاوش غير ما كيديروش الكاسك ولا كيبريباريو الموتور وكيخرجوا به. كاينين شي وحدين كيبريباريو الموتور على قبل السارق، انا ما كنعممش، كاينين هاد الفئه هادي اللي كتبريباري على قبل السارق، كتجيب تي ماكس مع السي 50، كتولي السي 50 كتطوع لك التي ماكس. فباردين الكتاف طغاو، باردين الكتاف مابقاوش كيحشمو. كتلقى بنادم قدو قد جمل وخارج يصفر، خارج يدي ديال عباد الله اللي خدامين من الصباح حتى الليل وخدامين بالحلال. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. والبوليس راه دايرين الخدمه ديالهم، هادو الدراجين بالمنطقه ديال أنفا راهم دايرين اكثر من اللازم من اجل ردعة الاشخاص اللي كيبريباريو الماطر كيخرجوا. فشحال من واحد روشيرشي تشد في هاد الحملات هادي، يعني كيتشد كيقول لاكارت ناسيونال ديالك
كيعطيهم لاكارت او لا كيعطيهم رقم البطاقه التعريف الوطنيه كيلقاوه روشيرشي من تما كيمشيو يديروا معاه لازم. يعني شوفوا كيفاش كيقلب الموتور من التحت واش مبريباري او لا. فبرافو لرجال الامن، برافو لهم، تبارك الله عليهم على المجهود اللي كيقوموا به من اجل الصالح العام. كانت الامور عندك مقاده راه غادي تمشي بحالك، كنتي مخالف راه غيتخاد في حقك اللازم، ما غادي يظلم عليك، ما غادي يظلمك، غيطبق معاك القانون فقط. غيطبق معاك القانون فقط، ما غاديش يظلمك. انت مخالف راك مخالف، ماشي مخالف راك غتمشي بحال. فاللي علينا هو نحترموا رجال الامن، نحترموهم لانهم حتى هما راه بنادم، راه بحالنا بحالهم، عندهم مهمه كيديوها على اكمل وجه. الله يجازيهم، وغنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر. نلقاكم في بث اخر ان شاء الله.